بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أقدم مجرة في العالم. اكتشف العلماء مجرة بعيدة جدا عن أرضنا، ويقولون أنها تشكلت بعد خلق الكون بأقل من 500 مليون عام. هذه المجرة هي الأقدم حتى الآن، ولكن العلماء يؤكدون أن الكون أوسع بكثير، وأن كل ما تم اكتشافه لا يشكل إلا 1% من حجم الكون. ويقدر العلماء عمر الكون بحدود 13.5 مليار عام، أي أن ضوء المجرة يستغرق بحدود 13 مليار عام حتى يصل إلى الأرض، بل أكثر من ذلك. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة قافر آية 57. هناك أبحاث جديدة تؤكد أن الكون أكبر بكثير مما نتصور، هذا يثبت صدق كلام الحق تبارك وتعالى. صراحة ما نقول له سبحان الله والله أعلم.